يعد هذا الجسر المشيد على وادي اللوكوس على مقربة من مدينة العرائش نموذجا لصنف نادر من جسور الخرسانة المسلحة بالمغرب التي تم اعتمادها بداية عشرينيات القرن الماضي في تشييد مثل هذه التحف الفنية. فمنذ بنائه شكل محورا طرقيا مهما على الطريق الوطني رقم واحد، ورغم التخلي عن هذا النوع من البناء فهذا الجسر احتل مكانة مهمة داخل المنظومة الطرقية ببلادنا. هذه القنطرة التي أمامكم تم بناؤها سنة 1940 أي منذ 75 سنة، حيث كانت تكتسي آنذاك أهمية بالغة نظرا لكونها تتواجد بهذا المحور الطرقي الهام الاستراتيجي الذي يربط شمال المغرب بوسطه وبجنوبه، والذي يعرف رواجا كبيرا في تلك الفترة. وبالنظر إلى التوسع الذي طرأ على الشبكة الطرقية آنذاك بفعل ارتفاع حاضرة وسائل النقل، تم إنجاز قنطرة جديدة محادية تستجيب لحاجيات حركة العبور التي تبلغ ذروتها خلال فصل الصيف، كما شكلت وإلى وقت قريب المعبر الوحيد نحو المناطق المتواجدة جنوب العرائش. في أواخر الستينات من القرن الماضي تم التفكير في إنشاء قنطرة جديدة نظرا لكون هذه القنطرة القديمة ضيقة، وكذلك في تلك العقبة أي في أواخر الستينات لم تستوعب كثافة السير العالية التي كان يعرف هذا المحور الطرقي في أواخر الستينات، مما أدى إلى التفكير في إنجاز قنطرة جديدة لمعالجة هذه الإشكالية. وتم فعلا بناء قنطرة جديدة سنة 1969. من قديم هذه هي خدامة مزيان، هذه القنطرة هذه هي اللي فكا كاع المشكل ديال الطريق كاملة سنين، هذه هي خدامة وهي الوحيدة اللي كانت قبل لوطورت باش تدخل لعرائش. هي الوحيدة، هذه الطريق العادية هذه ديال طنجة وتطوان، هذه هي الباب ديال طنجة وتطوان. تعد هذه القنطرة بحكم منبوذاتها التي تبلغ 59 مترا الوحيدة من نوعها على الصعيد الوطني، ومع نهاية أشغال مشروع البدال الشمالي لمدينة العرائش في اتجاه طريق السيارة يرتقب أن ترتفع نسبة وسائل النقل العابرة لهذه القنطرة التي تشكل محورا طرقيا مهما على الصعيد الوطني.